السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمستمعين الكرام، مرحبا بكم من قصة حياتي اللي كنشاركوا بها مع متابعي القناة تجربة من تجارب الحياة، نشاركوا بها أفراحنا همومنا وتجارب اللي ظلت راسخة في الذكريات. أول قصة هي قصة أحمد والجن لي سي أحمد اللي هو اتصل بالقناة وحاول أنه مرارا وتكرارا تقريبا في هذا الأسبوع بعد يعني تواصل. الحمد لله اليوم أننا كنتلاقيها وغادي يحكينا القصة دياله. أحمد اللي قلنا هو شاب فلسطيني اللي اتصل بينا وأراد أن يحكي كيفاش قصوا مع الجن ونطلبوا تسليم رجال البلاد. سي أحمد مرحبا بك، ممكن إن شاء الله تقولنا كيفاش القصة ديالك بدات؟ أول حاجة بشكر الأستاذ رضوان على القناة. وقصتي كنت عادي أروح على شغلي وزي كل العالم كيف بتروح وتيجي. يوم من الأيام طلع لي جن. استنى أستاذ أحمد، يعني مثلا أنت قبل يعني ما يطلع لك الجن، يعني أو المكان اللي يطلع لك فيه الجن، يعني مثلا أنت المكان اللي يطلع منه الجن، يعني كنت بتشتغل في مكان معين، يحكي لنا قبل ما يطلع الجن وبعدين نشوفه. أنا كنت عادي في طريقي على الشغل، يعني الطريق بتروح منه دايما، يعني دايما الطريق اللي بروحها دايما. فيوم من الأيام طلع لي يعني أنت كنت متعود بتروح نفس الطريق؟ كنت متعود نفس الطريق دايما. وإيش توقيت يعني تقريبا بالضبط، يعني كان إيش توقيت؟ صباحا الصبح بدري، يعني تقريبا 5:30 6 الصبح. كنت يعني كنا نطلع ندوم بدري. كنت بتطلع بدري على الشغل. طلع لي وكديش كنت لناس صاروا يعني يضحكوا علي، مش انه حاجه منيح يعني. انا كل اسف على المقاطعه، بس خليك معايا في النقطه دي بالضبط. يعني ممكن تدينا ولا يعني مثلا اوصاف تبعه، يعني ازاي يعني ازاي شكله كان يعني زي الناس عادي ولا لا؟ مش زي الناس العادي، اشي طويل يعني طويل كثير، له 6 ايدين. Yeah. ووجهه يعني لا يوصف، اشي بخوف. ومن وقتها وانا متضايق، يعني كنت لأهلي كنت للعيلة بس اللحظة استنى خليك معي عشان حتى المستمعين عشان يحسوا بالكلام ويعرفوا يعني القصة تبعك، يعني ما فيش يعني اختراع ولا اي حاجة. يعني انت زي ما قلت لما طلع لك الجن، يعني طلع لك كده فجأة بص عليك كلمك كلمته، يعني حاجة في اللحظة دي، يعني اللحظة دي لما طلعت في اللحظة دي كنت ماشي عادي في السيارة بسوق. كنت بالسيارة بالضبط. فطلع لي عن حافة الشارع، الحافة تبع الشارع. يا طلع ومشى مشى قدام العربية، فأبعدت عنه فصار قريب علي على السيارة، يعني هو قرب منك. يا كان قريب علي على السيارة كثير، بعدها اختفى في اللحظة دي. أنا عايز يعني الشعور تبعك في اللحظة دي لما قرب من السيارة، إيش الشعور تبعك؟ الشعور دمار، خفت لأن أول مرة بشوف حاجة زي كده. يعني حتى المستمعين وهم بيسمعوا القصة تبع أحمد، يعني صعب، يعني في كثير بنسمع قصص وحكايات يعني عن الجن بس يعني صعب إنه يطلع لما بتكون تسمع ويطلع لك الجن مباشرة وعينك في عينه كده، وما عرفش اللحظة لو حتى الشعور، يعني ما عرفش. يعني بدي أقول لك يا أستاذ رضوان، يعني الشعور صعب يوصف، لأن زي ما بقولوها اللي شاف مش زي اللي بسمع. صح، كلام صح. يعني شعور رهيب، وإن شاء الله إنه ما حدا يشوفه. يعني حتى في الحكاية تبعك، يعني وأنت بتحكي لي في الكواليس قبل ما نطلع على التسجيل، قلت إنك لما بتسمع القرآن او بتسمع يعني مثلا اي من القران بتصير بتتعصب. يا بتضايق من القران لما اسمع، واوقات يعني لما احكي قصتي لاي بني ادم او لاي حدا بصير عندي اشي في الدار. خليني يعني عشان قبل ما نرجع لده، عشان حتى كمان نخلي المستمعين يعيشوا معنا اللحظه دي، يعني لما وطلع لك انت رحت على البيت ولا رحت على فين؟ وقتها رحت رجعت، يعني ما وفيت الشغلي رجعت على البيت وحكيت قصتي للعيلة، فطبعا ما صدقونيش، بيقولوا لي هذا كله ضحك ولعب تلعب علينا وإشي زي هيك. وأنك مش متعود يعني مش متعود إنه على عمرها صارت مع حدا عنا يعني.
ايش العمر تبعك في اللحظه دي لما طلع لك الجيني؟ تقريبا كان عمري من 25 26 سنه. يعني طيب. فمن وقتها صرت يصير شغلات في البيت، اكبر قاعد اسمع، يعني يكون الكل في الدار نايم، اكبر اسمع ان الغساله اشتغلت، النشافه اشتغلت، تشوف شغلات غريبه، تطلع مثلا تلاقي حركه في المطبخ، تروح على المطبخ ما تلاقي حاجه. يعني بتروح وما واكون وهم هناك معاك ما بيسمعوش حاجه، ما يسمعوش يعني. انت أوكات الوحيد اللي بتسمع. اوقات كنت مره يعني من الايام صارت معاي، كنت نايم وهم قاعدين في الغرفه الثانيه، وصارت معاي مشكله انهم اجوا عندي وصار شايف انهم مين اللي لا مؤاخذه يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، مين اللي اجى مع أرنو؟ مره بيجي واحد قصير، مره بيجي واحد ضخم، ونفس المواصفات ولا وشو بيتغير؟ لا بتغير يعني، كل مره بيطلع لك حاجه بتغير، كل مره بيطلع وش ثاني، وجه ثاني، ويعني ورحت بيجي عندك هناك على طول. رحت يا بكي يجي عنا على الدار بذيكنا، وبرضه طلعت من البلاد جيت على امريكا ونفس الإشي، نفس الإشي يعني اذا حكيت لاي حدا موضوع الموضوع هذا او إشي رايح يصير معي إشي في الليل. يعني انت دلوقتي في اللحظه دي وانت بتحكي لنا الموضوع، ممكن مثلا انت في البيت يطلع لك، انا عارف انا رايح يصير إشي في البيت، يعني انا حاسس انه راح يصير اشي في البيت. يعني عندك احساس؟ عندي احساس، لانه بس نفس الشعور اللي صار معي اللي في الوقت الحادث هذا اللي لما طلع لي صار من جواي نفس الشيء، يعني نفس الاحساس. عمرك كلمتهم مثلا او كلموك؟ لا او لا ما كلمش، بس بيجوا اوقات اجوا مره في شكل اخوي الاصغر مني، بيجي لك على شكل اخوك. ومرة اجوا بشكل اصحاب الي. وازاي عرفتهم يعني؟ ما فيش يعني كيف عرفت انهم مش هم اصحابك؟ مش هم يعني ولا اخوك يعني، واحد نايم الساعة 7 الصبح يكون متمشكل معاهم، ترفع تلاقي اصحابك في البيت وفيش حدا يعني، بس كيف اول ما تصحى تشوفهم انهم بيضحكوا عليك او بتمسخروا عليك، وفجأة يروحوا، ما يكونش حدا في الدار، يعني يكون اخوي طالع، يكون يعني اصحابي شو بدهم يجيبوا يجوا عنده بدري. هم بيقولك في الصفة تبع اخوك او اصحابك في الوجه تبعهم ما فيش اي يعني. انا سمعت يعني بس ككلام والله اعلم، يعني مثلا حتى هم لما بيتسيفوا ممكن بيجوا في اي صورة، بس الرجلين تبعهم او حاجة بتبقى زيك، بيكون اشي مختلف، اللي ايديهم بيكونوا زي ضعاف زي الخشب او اشي زي هيك، فكده بتعرفهم. فانا بعرف انهم مش من يعني مش اخوي او مش صحابي او ايش زي هيك يعني. يعني احنا كمجتمع مسلم وكعائله مسلمه يعني احنا بنعرف يعني لما تكون الحاله زي دي يعني في مشايخ وفي رقيه شرعيه. قربت حاجه زي كده؟ قربت الرقيه الشرعيه، اذا بسمعها بتضايق، بتحملش القران يعني، بطفي القران، استغفر الله العظيم، أول شيء يعني هذا حرام، بس إني بالذايك ما بتحملش إني أسمع القرآن. ورحت على الشيوخ، على عدة الشيوخ قالوا لي إنه أوقات إشي يكون لي تهيؤات، إشي بقول لي لا أنت يعني زي كيف أنت هيك بس بتتخوف أو إشي زي هيك، يعني ما مش يعني مش مصدقين بالمعنى الصح. بالضبط مش مصدقيني، والحمد لله على كل حاجة. يعني ما يعني حاولت يعني روحت المشايخ وروحت ل قربت زي ما قلت وشغل الرقية الشرعية، مع أنه سبحان الله يعني القرآن والشفاء كل ده، بس يعني زي ما بيقولوا ما مرات ممكن مرات لما بيسمعوا القرآن أو حتى إحساس بتلاقيهم بيطلعوا عشان ما يتأثروش بالقرآن. فمجرد ما في قصص يعني حصلت مع ناس كتير، بتلاقي مثلا مجرد ما الشيخ بيخش على البيت بالتاني أو الجن بيهرب لحد ما بيخلص الشيخ وبعدين بيرجع له تاني. بالضبط صار اشي هيك، يعني اجوا على اي شيوخ على البيت انهم يعالجوني اروك يعني لمدة 4-5 ايام او اسبوع او شهر، عاود ارجع نفس الاشي. وف يعني لحد دلوقتي تقريبا كم سنة دلوقتي انت لسه في الحالة دي؟ ايه هلكت تقريبا الي يعني بدك تقول من 6-7 سنين وانا في نفس الحالة. مش دائما بتصير معاي، بس يعني معظم الأوقات
اوقات بكون يعني مش يا سمح الله يعني في شيء، بس بكون متضايق وبلاحظوا علي اللي بيشتغلوا معي في شغلي جديد او في المحل ما انا بشتغل هالحين، يحسوا انه وش تعمل وش هذا اني بتضايق. اوقات بقولهم يعني اوقات بشوفهم في الشغل، بتشوف يعني الجن في الشغل، يعني انا بشوفهم بقولهم مثلا هي واقف عند الماكينه او واقف عنا، فبصيروا يتمسخروا او بيضحكوا يعني، انا بفكروها اشي انت قاعد بتضحك علينا بس انك تخوفنا، او انك تسوي انك انت معاك اشي بس مجرد انك ما بدكش تشتغل معنا او اشي هيك اللي ترمي علينا شغلك او اشي زي هيك. والحمد لله على كل شيء. الواحد ما هو انا دائما بقول الله يبعد عن كل المسلمين وعن كل الناس الشغلات المش منيحة، والله يهديهم، وان شاء الله اننا من طيب واحنا متأمنين. كيف في سؤال بيقول يعني كيف حالتك، يعني مثلا انت حتى يعني مثلا قلت لي كمان انك في الصلاة بتحاول بتصلي وبتقطع، بتصلي وبتقطع، بتتأثر انت كمان لما بتصلي اوقات بتأثر، يعني في معظم الايات لما اروح على المسجد في صلاة الجمعة او في اي صلاة في إشي من الصور لما يكون الإمام يئم فينا ويكرههم أنا بتضايق، بس بضطر إني أتحمل عشان بديش إن حدا يحس فيه، يعني إن يكون أن هذا أن ملموس أو إشي زي هيك. يعني أنت حاولت يعني رحت على المشايخ ورحت على حتى عمرك جربت دكتور؟ لا دكتور ما رحتش على دكتور، لأن أنا عارف حالتي، الحالة عارفة يعني، يعني عارف أنا شو بصير معي. يعني لو رحت على دكاترة راحين يقولوا لي أنت كذاب، لأنه فيش، لو سووا لي فحوصات لو سووا لي أي شيء مش رايح بين مش حيبين يعني، طب يضل التأثير هو التأثير يعني. يا الحمد لله يعني على كل شيء، الحمد لله دائما دائما نقول الحمد لله على كل الأحوال. يعني أنت جربت كثير ورحت على المشايخ وعارف الحالة تبعك يعني ما حدش يقدر عليها، فنتمنى إن شاء الله دائما الخير يعني صراحة ويكون حل ان شاء الله. ف ان شاء الله احنا دائما نتامل يعني في العديد من المستمعين المشاهدين الكرام بعض المرات يعني يعتقدون بانها مجرد خزعبلات او زي ما بنقول باللهجه العاميه يعني بس بيتخوت علينا او بيضحك علينا الحالات دي. يعني انت بتحكي القصه تبعك وانا مصدق القصه تبعك، يعني الحالات دي صح يعني عادي، في ناس كثير بتقول ان هذا بتخوث او بتضحك علينا او اشي، بس يعني كيف بدي اقول لك بضلوا هم يفكروا هيك، بس هذا الاشي موجود وكان محطوط في القرآن، القرآن طبيعة في الجان وفي كل شيء، الجن والجن يعني بس موجودين. الله يبعد عن كل المسلمين هذا الاشي، الله يبعدهم، لان زي ما بيقولوا اللي جرب مش زي اللي بيشوف، واللي حس في الشعور مش زي اللي بيسمع. يا والحمد لله على كل حال. كسؤال تقريبا اخير قبل ما ننهي الحلقه اللي احنا اخترنا بس يكون تقريبا 10 دقائق او 15 دقيقه في كل حلقه، فالمشاهدين الكرام يعني يعني وانت بتحكي القصه تبعك احمد بتحس انك بترتاح نفسيا لما بتحكيها؟ انا بحكي يعني بتريح شوي من جواي، بس برضو بكون حاسس ان اللي كبالي ان هذا كعب بضحك علينا، او ان مجرد انه بس بيسوي في هالقصص ان اللي يخوف اللي حواليه او اللي حواليه يهتموا فيه او اشي زي هيك. بس انا بقول اللي جواي الحمد لله على كل شيء، هذا كل شيء من الله الحمد لله، دائما متوكلين على الله. بس انا اللي بدي اقوله اللي اوصله للناس انكم تامنوا في هالشيء هذا، لان هذا شيء مزبوط انا صارت معي وان شاء الله انها ما تصير مع اي بني ادم. فالى هنا مستمعي الكرام نكون قد يعني اقتربنا من حلقه قصه محياتي. نتمنى ان القصه ديال احمد انها تكون وصلتكم، وصلت للجميع، فنتمنى إن شاء الله نتلقاو في حلقة قادمة وقصة من قصص الناس. وإلى هنا أستودعكم الله، وكان معكم رضوان ضحيك.